الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. في حديث شريف رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسند صحيح، بل يعد هكذا سند من أصح الأسانيد. أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذات يوم كان يخطب، فمن على المنبر بدأ يخاطب المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. قال له كلمات، هذه الكلمات ما قالها فيما بينه وبين الإمام أمير المؤمنين، ما قالها في جلسة خاصة، إنما من على المنبر أمام جماهير. يعني كان يريد أن يوصل هذه الأمور إلى عامة المسلمين. الحديث الشريف حديث مفصل، كلام مفصل قاله رسول الله صلى الله عليه وآله من على المنبر إلى الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أقرأ لكم مقطعا من كلام النبي صلى الله عليه وآله، قال له: يا علي، إن أصحابك
ذكرهم في السماء أكبر وأعظم من ذكر أهل الأرض لهم بالخير. أهل الأرض يذكرونهم بخير، ولكن ذكرهم في السماء أعظم وأكبر. فليفرحوا بذلك وليزدادوا اجتهادا، الذي له مقام عند شخصيات يحاول أن يزداد اجتهادا، هذا هو محفز. أنتم لكم مقام عند أهل السماء، هذا المفروض أنه يجعل الشخص يزداد اجتهادا. يا علي، إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم. تعلمون أي إنسان ينام، مؤمن، كافر، فاسق، منافق، لا فرق، أي إنسان ينام روحه تصعد. شيعتك أيضا من هؤلاء، من هؤلاء البشر الذين إذا ناموا أرواحهم تصعد، ولكن الفارق بين شيعتك وبين سائر الناس، إن أرواح شيعتك لتصعد إلى السماء في رقادهم، هذا الفارق، فتنظر الملائكة إليها كما ينظر الناس إلى الهلال شوقا إليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حتما لاحظتم الذين يذهبون إلى الاستهلال ليلة أول شهر رمضان، ليلة أول شوال، كيف ينظرون إذا رأوا الهلال، كيف ينظرون إلى الهلال شوقا. الملائكة تنظر إلى أرواح شيعتك عندما تصعد في رقادهم، تنظر إلى تلك الأرواح هكذا نظر. لماذا؟ لما يرون منزلتهم عند الله عز وجل. يا علي، قل لأصحابك العارفين بك يتنزهون عن الأعمال التي يقارفها عدوهم، ليكون أنت من شيعة علي، من العارفين بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، تعمل الأعمال التي يعملها أعداؤك. ذاك يرتكب موبقات، ذاك يرتكب محرمات، ذاك إنسان آخر، أنت إنسان مرموق، عندك شيء ثمين. يتنزهون عن الأعمال التي يقارفها عدوهم، فما من يوم ولا ليلة إلا ورحمة من الله تغشاهم. في كل يوم، في كل ليلة رحمة، رحمة من الله، الرحمة تنزل على كل الناس، لا، هذه رحمة خاصة، وإلا ما كانت هناك ميزة، رحمة خاصة من الله عز وجل تغشاهم. فليجتنبوا الدنس، الأشياء السيئة، الأشياء غير النظيفة، تجنبها، أعمال غير نظيفة لا تتناسب مع واحد من شيعة علي عليه الصلاة والسلام. يا علي، اشتد غضب الله على من قلاهم وبرئ منك ومنهم واستبدل بك وبهم ومال إلى عدوك وتركك وشيعتك واختار الضلال ونصب الحرب لك ولشيعتك وأبغضنا أهل البيت وأبغض من والاك ونصرك واختارك وبذل مهجته وماله فينا، اشتد غضب الله عز وجل على هؤلاء. يا علي، اقرأهم من السلام، وعليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين أفضل السلام وأفضل الصلوات وأفضل التحيات. يا علي، اقرأهم من السلام من رآني منهم ومن لم يرني، وأعلمهم حديث صحيح سندا من أصح الأسانيد، هذا الحديث، وأعلمهم أنهم إخواني الذين أشتاق إليهم، فليلقوا علمي، هذه العلوم ليلقوها إلى الأجيال التي تأتي من بعده، فليلقوا علمي إلى من يبلغ القرون من بعدي،
وليتمسكوا بحبل الله وليعتصموا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الرواية الشريفة التي أكدت أن حبل الله هم آل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وليجتهدوا في العمل فإنا لا نخرجهم من هدى إلى ضلاله. وأخبرهم أن الله عز وجل عنهم راض، وأنه يباهي بهم ملائكته. كلمة أعظم من كلمة الله راضي عنهم، هذه الكلمة كم تسوى. الله يباهي بهم ملائكته، وينظر إليهم في كل جمعة برحمته، ويأمر الملائكة أن يستغفروا لهم. تكملة لحديثنا في الأسبوعين السابقين، نريد أن نكون من شيعة علي عليه الصلاة والسلام، لكي تشملنا هذه الأمور العظيمة المذكورة في الروايات الكثيرة المتواترة التي بلغت حداً عالياً من التواتر. الشرط الأساسي للتشيع شيعة علي، أي معنى اللغوي لهذه الكلمة أتباع علي، معنى كلمة شيعة علي يعني أتباع علي، نريد أن نكون من شيعته. الشرط الأساسي لذلك أن نكون من أتباعه فيما يرتبط بأصول العقائد، بأسس عقائد الدين. هذا الشرط الأساسي. طبعا هناك شرط لكمال التشيع، العمل. شرط لدرجات التشيع، الأخلاقيات. ولكن الشرط الأساسي الأول أن يكون الإنسان من أتباع أمير المؤمنين، يأخذ العقائد الأساسية من المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في الأسبوع الماضي تحدثت عن بعض كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيما يرتبط بالأصل الأول من أصول الدين، وفيما يرتبط بالأصل الثاني من أصول الدين، التوحيد وهو أسس الدين، والصفات الربوبية، صفات الله سبحانه وتعالى بما في ذلك العدالة وغير العدالة. هذا الكلام الذي مر في الأصل الأول من أصول الدين وفي الأصل الثاني من أصول الدين، كيف بين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التوحيد؟ التوحيد يعني ماذا؟ نحن أتباع أمير المؤمنين في التوحيد أم لا؟ كيف بين المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام صفات الله سبحانه وتعالى؟ نحن من أتباعه في صفات الله، في العقيدة بهذه الصفات أم لا؟ حديثنا اليوم عن اتباع المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الأصل الثالث من أصول الدين، النبوة، وبصورة خاصة نبوة خاتم الأنبياء رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أدخل في هذه المتاهات، ولكن كلام صريح، رسول الإسلام خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله الذي عرفه المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، والله إنه لرفعة رأس، هذا النبي يجعلنا نفتخر بكل قوة، بكل اطمئنان، بكل ثقة، عندنا هكذا نبي، عندنا هكذا رسول أرسل إلينا. أهم مفخر لنا هو رسول الله. من رسول الله الذي عرفه أمير المؤمنين؟
هكذا محمدا. نحن نعرف رسول الله محمد بن عبد الله الذي عرفه علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وآلهما. ذاك الذي نعرفه، ذاك الذي هو رفعة رأس، هو أكبر مفخرة لكل مسلم. من يعرف رسول الله؟ أعرف الخلق به يا علي، ما عرفني إلا الله وأنت. نريد أن نعرف رسول الله الذي عرفه أعرف الخلق به، وهو أخوه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. نأخذ كلمتين من المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، نأخذ حديثين شريفين، طبعا مقطعين من حديثين شريفين. الحديث الشريف الأول حديث صحيح السند بسند كل رجاله ثقات بل وأجلاء أيضا. عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال: سئل علي عليه الصلاة والسلام عن علم النبي صلى الله عليه وآله فقال، قلت لا أريد أن أدخل في متاهاتهم وما قالوا عن النبي وما قالوا عن علم النبي، لا، ولكن أنتم قارنوا هذا الكلام الذي قاله المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في علم النبي صلى الله عليه وآله، والحديث حديث صحيح بلا إشكال، وما يقوله آخرون في علم النبي صلى الله عليه وآله. سئل علي عليه الصلاة والسلام عن علم النبي صلى الله عليه وآله فقال: علم النبي علم جميع النبيين 124,000 نبي باستثناء النبي صلى الله عليه وآله، 123,999 نبي. كم من العلوم كانت عندهم بمجموعهم؟ كل هذا العلم جمعه الله سبحانه وتعالى لرسول الله. علم النبي صلى الله عليه وآله علم جميع النبيين فقط؟ لا، وعلم ما كان كل ما كان شمول كل ما كان قبل النبي صلى الله عليه وآله، وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. كل العلم، العلوم العادية ما هي؟ العلوم الغريبة ما هي؟ العلوم ما ورائيات ما هي؟ علوم الأنبياء، علوم الأولين والآخرين، علم ما كان وما هو كائن إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. أمير المؤمنين لا يحتاج أن يحلف، هو نفس رسول الله، ولكن القسم تأكيد كما ورد في القرآن الكريم أيضا في كلام النبي صلى الله عليه وآله كثيرا. والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي صلى الله عليه وآله وعلم ما كان وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة. عندما أقول النبي الذي عرفه أمير المؤمنين مفخرة، أما الذي عرفه الآخرون شكل ثاني، هذا صحيح أم لا؟ هذا نتمكن أن نفتخر به هكذا شخص؟ نعم. وقارنه بما قالوا عن علم نبيهم
حديث شريف آخر. هذا الحديث، هذا المقطع، مقطع من خطبة خطبها المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم الغدير في أيام حكمه الظاهري في إحدى السنوات، خطب هذه الخطبة. هذه الخطبة لعلي قبل سنتين في هذا المكان المبارك في يوم الغدير قرأت كل الخطبة لكم. في مقطع من هذه الخطبة يقول المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الإمام يحمد الله سبحانه وتعالى، يذكر صفات الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه بأنه انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس، وانتجبه آمرا وناهيا عنه، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، إذ كان لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار، لا إله إلا هو الملك الجبار. قارن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتيته، واختصه من تكرمته بما لم يلحقه فيه أحد من بريته، فهو أهل ذلك بخاصته وخلته، إذ لا يختص من يشوبه التغيير ولا يخالل من يلحقه التضنين، وأمر بالصلاة عليه، صل عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، مزيدا في تكرمته وطريقا للداعي إلى إجابته، فصلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، فصلى الله عليه وكرم وشرف وعظم، مزيدا لا تلحقه التنفيد ولا ينقطع على التأبيد. اسمحوا لي دقائق أشرح لكم بعض الكلمات العظيمة النورانية التي قالها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة. هذه الخطبة التي يروى عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه قال، مضمون كلام الإمام الرضا أنه ما سمع مثل هذه الخطبة، خطبة جدا عظيمة. النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحيانا كانوا يتكلمون بمستويات موافقة للناس بمقدار عقول الناس الضعيفة، أحيانا كانوا لحكمة يعرفونها كانوا يتكلمون بمستويات عالية حسب ما يروى عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذه الخطبة الشريفة من القسم الثاني. يقول صلوات الله وسلامه عليه: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استخلصه في القدم على سائر الأمم قبل أن يخلق الخلائق. الله سبحانه وتعالى استخلص رسول الله. استخلص رسول الله يعني ماذا؟ يعني جمع فيه كل المزايا وزيادة، هذا معنى الاستخلاص. إلهي لماذا أنت استخلصت رسول الله؟ على علم، أمير المؤمنين يقول صلوات الله وسلامه عليه، على علم منه بأن رسول الله صلى الله عليه وآله، على علم منه بأنه انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس، لا مشاكل لرسول الله. الله كان يعلم ولذا استخلصه. على علم منه بأن رسول الله صلى الله عليه وآله انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء جنسه، لا يوجد له مشاكل، لا يوجد له نظير، وانتجبه، اختاره آمرا وناهيا عنه.
العبارة التالية: وما أعظمها من عبارة. جدا عجيبة العبارة. أقامه الله عز وجل، أقام رسول الله صلى الله عليه وآله، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. النبي صلى الله عليه وآله أقامه الله سبحانه وتعالى مقامه في الأداء عنه، في أمته لا، في كل البشر في زمانه لا، في كل البشر في كل عصور فقط لا، في كل من يسكن هذه الكرة الأرضية من البشر والجن والحيوانات والجمادات لا، في سائر عالمه في كل العوالم. رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل أقامه مقامه في الأداء، ما يريد أن يؤديه الله سبحانه وتعالى في جميع العوالم. العوالم السابقة، اذهب إلى عالم الذر، اذهب إلى عالم الأصلاب، إلى عالم الأرحام. هذا العالم، من يسكن في هذا العالم في هذه الكرة الأرضية وفي غيرها من المخلوقات، عالم الملائكة، العوالم التالية، عالم البرزخ، عالم القيامة، هذا معنى سائر العوالم. الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يؤديه في مخلوقاته أقام مقامه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. لاحظ الشمول في هذه العبارة، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه. لماذا؟ لماذا الله عز وجل لا يعامل المخلوقات مباشرة؟ إذ لا تدركه الأبصار ولا تحويه خواطر الأفكار ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار. لا إله إلا هو الملك الجبار. لا يتمكن أحد أن يتعامل مع الله، ليست له قابلية أحد من خلائقه إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتيته. شخص يأتي يقول أنا أعتقد بالله عز وجل، لا أعتقد برسول الله، لا تسوى عقيدتك بالله هذه فلسا واحدا. يقول أنا أعتقد بالله، أعتقد بوحدانية الله، أعتقد بصفات الله، لا أعتقد برسول الله، لا تسوى عقيدتك بالله، بوحدانية الله، بصفات الله فلسا واحدا. قرن الله عز وجل، قرن الاعتراف بنبوته بالاعتراف بلاهوتيته، واختصه من تكرمته بما لم يلحقه فيه أحد من بريته. هذا الفارق بين كلام أمير المؤمنين وكلام الآخرين. لا أقول كلام الآخرين الجهلة، لا، كلام علماء المسلمين، كلام علماء البشر. الإمام لا يقول ما سبق النبي أحد من بريته، ما قال ما ساوى مع النبي أحد من بريته، يقول لم يلحقه فيه أحد من بريته، حتى لا يتمكن أن يلحق به، يعني يكون قريبا منه، خلفه ولكن قريب منه، حتى هذا لا يتمكن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام هذه العبارة العجيبة: أنا عادي، أنا صغير، أنا لا أعرف شيئا. أتصور أن علماء المسلمين لا يتمكنون أن يستوعبوا عمق هذه الكلمة. فهو رسول الله صلى الله عليه وآله أهل ذلك بخاصته وخلته، إذ لا يختص من يشوبه التغيير ولا يخالل من يلحقه التظنين. الله أكبر. الله عز وجل جعل رسوله خاصته وخلته، لا بأس. لماذا جعل هذا الشخص فقط من بين كل الأنبياء هذا النبي؟ لماذا؟
إذ لا، هذه العبارة جدا عجيبة حقيقة، استيعابي أنا ضعيف عن استيعاب هذه العبارة، عن معنى هذه العبارة. إذ لا يختص من يشوبه التغيير، هذه العبارة أنا لا أتمكن أن أفسرها، هذه العبارة تتناسب مع صفات الله سبحانه وتعالى، الله لا يشوبه التغيير، الله لا يتغير، تعلمون لا يمكن أن يتغير الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يستخدمه في رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هو معناه لا أعلم. لماذا الله اختصك يا رسول الله؟ أمير المؤمنين يبين، إذ لا يختص من يشوبه التغيير، جعله خليلا له، ولا يخالل من يلحقه التضنين. هذه العبارة اتركوها، لعل العلماء يتمكنوا أن يفسروا هذه العبارة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأمره، الله عز وجل أمر وأمر بالصلاة عليه، صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. لماذا؟ يذكر الإمام عليه الصلاة والسلام الأسباب كثيرة في أمر الله سبحانه وتعالى بالصلوات. يذكر الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هنا سببين. وأمر بالصلاة عليه، السبب الأول مزيدا في تكرمته، يعني الصلوات مزيد في تكرمته، نعم، أو يعني الأمر بالصلاة، هو الأمر بالصلاة مزيد في تكرمته. المعنيان محتملان والمعنيان صحيحان أيضا، الأمر مزيد في تكرمته، صحيح أمر الله مزيد في تكرمته، الصلوات التي يصليها المؤمنون على رسول الله وأهل البيت مزيد في تكرمته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا السبب الأول. السبب الثاني، وطريقا للداعي إلى إجابته، الله سبحانه وتعالى يريد أن يجيب دعوة الناس، ادعوني أستجب لكم، يعلم الناس طريقة الدعاء، كيف تدعون حتى يستجاب لكم، الله سبحانه وتعالى يعلمهم، ولذا أمرهم بالصلاة على رسول الله صلوا عليه وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. طريقا للداعي إلى إجابته، لكي يستجاب للداعي. ثم ختم الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا المقطع من خطبته الشريفة بقوله فصلى الله عليه وكرم وشرف وعظم مزيدا لا تلحقه التنفيد، كل ما تزيد لا ينفد، ولا ينقطع على التأبيد، قل صلى الله على رسول الله وآله الطاهرين أبد الآبدين، الأبد ينتهي، قد ينتهي، الصلوات على رسول الله وأهل البيت لا تنتهي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مزيدا لا يلحقه التنفيد، لا ينفد، ولا ينقطع على التأبيد، بالأبد لا ينقطع. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عرفه لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكلماته صلوات الله عليه في وصف أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله بالعشرات بالمئات، فقط في نهج البلاغة بالمئات، ناهيك عن بقية المصادر التي نقلت كلمات المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يلزم أن نعتقد بهكذا رسول إذا نريد أن نكون من شيعة علي، ولكي نعرف لماذا في يوم الغدير رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وفي غير يوم الغدير أصر على ولاية أمير المؤمنين، لأن النبي كان يعلم أمير المؤمنين هو الذي يتمكن أن يعرف الدين، غيره ينحرف، غيره يذهب إلى أماكن ثانية، غيره تعريفه لأصل من أصول الدين وهو رسول الله، رسول الله أصل من أصول الدين، هذا شيء بديهي عند كل المسلمين، تعريف الآخرين لأصل من أصول الدين غلط، ناهيك عن بقية الأشياء. ولذا النبي صلى الله عليه وآله هكذا أصر على ولاية أمير المؤمنين في كل المواقف، هكذا أصر في يوم الغدير. إخواني، في يوم الغدير الله سبحانه وتعالى أمر
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ ولاية أمير المؤمنين، خلاص 5 دقائق كافي، بلغت يا رسول الله، قم اخطب خطبة 5 دقائق، قل أيها الناس هذا علي من بعدي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، خلاص بس. لماذا النبي صلى الله عليه وآله خطب هذه الخطبة الطويلة الطويلة؟ في كل حياته النبي ما خطب مثل هذه الخطبة في طولها، 3 ساعات لا أعلم أكثر لعله، خطبة عجيبة. خطب النبي صلى الله عليه وآله جدا كانت قصيرة، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة خلاص. لماذا أطلت يا رسول الله؟ الله أمرك أن تبلغ، بلغت خلاص. لا، رسول الله يعلم هذا الطريق هو الطريق الصحيح، يصر على هذا الطريق. الله عز وجل أصر على هذا الطريق. لماذا الله عز وجل قال ورضيت لكم الإسلام دينا في يوم الغدير؟ لأن الله يعلم بدون ولاية أمير المؤمنين الإسلام يكون شيء ثاني. في يوم الغدير رضي الله سبحانه وتعالى بالإسلام دينا. الإسلام ليس مرضيا بدون ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. كان يعلم، هذا تعريف أمير المؤمنين لرسول الله. وقس أنت، اذهب اقرأ ما قاله الآخرون لكي نعرف هذا الإصرار من الله سبحانه وتعالى، من رسول الله صلى الله عليه وعلى على ولاية أمير المؤمنين لسبب. هذا هو الطريق بيننا وبين الغدير جمعتان. أصبحنا على مقربة من هذا العيد الأعظم، عيد الله الأكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يجعلنا من شيعة علي. اللهم بحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اجعلنا من خيرة خدامه. اللهم بحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اجعلنا من خيرة أتباعه. اللهم بحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا تفرق بيننا وبين ولاية أمير المؤمنين طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.